البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. بركته علينا أمين. لأنه قد ظهرت نعمة الله مخلصنا لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر النفاق والشهوات العالمية لنعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المغبوط وظهور مجد الله العظيم ويسوع المسيح مخلصنا، هذا الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل اسم ويطهرنا له شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعز ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. ذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد ويكونوا غير مخاصمين، ويكونوا لطفاء مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، سالكين في الشر والحسد، ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا. فلما ظهر لطف مخلصنا الله ومحبته للبشر، لا بأعمالنا في بر عملناها نحن، بل برحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه علينا بغنى بيسوع المسيح مخلصنا، لكي نتبرر بنعمة ذاك ونصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركته علينا أمين. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يسوع المسيح هذا الذي جاء من قبل ماء ودم وروح، لا بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فشهادة الله ثابتة فيه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له ابن الله له الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس. بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ثم إن ملاك الرب تكلم مع فيلبس قائلا:
قم واذهب وقت الظهيرة على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل حبشي خصي وزير لكنداكة ملكة الحبشة، هذا كان على جميع خزائنها، وكان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ في إشعياء النبي. فقال الروح لفيلبس: امضي والتصق بهذه المركبة. فأسرع فيلبس فسمعه يقرأ في إشعياء النبي، فقال له: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ أما هو فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يركب ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل خروف سيق إلى الذبح، ومثل حمل صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع قضاءه، وجيله من يخبر به، لأن حياته تنتزع من الأرض. فأجاب الخصي وقال لفيلبس: أطلب إليك، عن من يقول النبي هذا؟ عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح فيلبس فاه وابتدأ يبشره بيسوع من هذا الكتاب. وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، فقال الخصي: هوذا ماء، ماذا يمنعني أن أعتمد؟ فأمر أن تقف المركبة، فنزلا كلاهما إلى الماء، فيلبس والخصي، وعمده. ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس، فلم يعد يبصره الخصي أيضا، وذهب في طريقه فرحا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 14 بابا، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب، آمين. زي النهاردة تنيح القديس فيلبس، اتولد في قيصرية فلسطين، ولما كبر عينوا ربنا يسوع المسيح ضمن السبعين رسول اللي أرسلهم للكرازة والتبشير وشفاء المرضى، وبعدين اختاروا الرسل ضمن السبع الشمامسة اللي كان رئيسهم القديس استفانوس. بشر في مدن السامرة وعمت أهلها، وكمان عمت سيمون الساحر. وفي يوم ظهر ملاك للقديس فيلبس وقال له: روح أورشليم في طريق غزة. وفعلا عمل زي ما قال له الملاك في طاعة كاملة، وهو مش عارف ربنا عاوز ايه. وفي الطريق قابل وزير ملكة الحبشة وشافه بيقرأ في العهد القديم، وراح له وقال: انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له: أفهم إزاي من غير ما حد يفهمني؟ وبدأ القديس فيلبس يفسر له الكتاب المقدس ويعلمه ويفهمه عن ربنا يسوع المسيح
وفرح جدا وقال له احنا جنبنا مية ممكن اتعمد. قال له ممكن لو انت اعلنت ايمانك بربنا يسوع المسيح. رد عليه انا اؤمن. فاخدوا وغطسوا في المية وعمدوا، ولما طلعوا منها بيبص كده ملقاش القديس فيلبس واختفى، وفجأة لقوه في أشدود في فلسطين وكان بيبشر، وبعدين في آسيا، وربنا كان بيسنده ويساعده، ولما أكمل جهاده وكراسته تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا أمين. طوبى هما الذين تركت لهم آثامهم والذين سترت خطاياهم. طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطيئتان ولا في فمه غشان. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وكان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود، هذا أتى إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعملها إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد ثانية من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد ثانية بعد أن صار شيخان؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولدا؟ أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا مرة ثانية، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل مولود من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل
ولست تعلم هذا. الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحي في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي ينال كل من يؤمن به الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل ينال الحياة الأبدية، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. من يؤمن به لا يدان، ومن لا يؤمن به فقد دينا، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد الجنسي، وهذه هي الدينونة. إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله لأنها شريرتان. وأما من يعمل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.